بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. في بعض الأيام تجبر على أن تذهب في هذا اليوم لمسألة معينة، أو أن الدائرة المعينة تعطيك موعدا معينا إلا في هذا اليوم، وربما يحذرك الآخرون ويقولون لك لا تذهب في هذا اليوم، ربما هناك أمر مانع، ربما هناك ظرف معين، وأنت مجبر مشغول جدا، يعني لابد أن تذهب في هذا اليوم، لابد أن تخرج في هذا اليوم، ماذا تفعل؟ رجاء استمع، رجاء استمعي. قال الإمام العسكري عليه السلام لصاحبه سهل بن يعقوب: إذا أردت التوجه في يوم قد حذرت فيه من قبل الآخرين، الآخرون قد حذروك لا تذهب في هذا اليوم، ولكنك مجبر، لديك حاجة جدا ضرورية، لديك معاملة جدا ضرورية إلا في هذا اليوم، ماذا تفعل؟ فقال الإمام العسكري عليه السلام لسهل بن يعقوب: إذا أردت التوجه في يوم قد حذرت فيه من قبل الآخرين، قدم أمام توجهك ماذا أقدم؟ سورة الحمد والمعوذتين، أقرأ سورة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي إلى قوله تعالى: هم فيها خالدون، وكذلك سورة إنا أنزلناه، وآخر آية في سورة آل عمران، ثم ماذا تقول؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بك يصول الصائل، وبقدرتك يطول الطائل، ولا حول لكل ذي حول إلا بك، ولا قوة يمتارها ذو قوة إلا منك، بصفوتك من خلقك وخيرتك من بريتك محمد نبيك وعترته وسلالته عليه وعليهم السلام، صلي عليهم واكفني شر هذا اليوم وضرره، وارزقني خيره ويمنه، واقض لي في متصرفاتي بحسن العاقبة، وكذلك وبلوغ المحبة، والظفر بالأمنية، وكفاية الطاغية الغوية، وكل ذي قدرة لي على أذية، حتى أكون في جنة وعصمة من كل بلاء ونقمة، وأبدلني من المخاوف فيه أمنا، ومن العوائق فيه يسرا، حتى لا يصدني صاد عن المراد، ولا يحل بي طارق من أذى العباد، إنك على كل شيء قدير، والأمور إليك تصير، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. جرب ولا تشك، إذا أجبرت واضطررت بأن تخرج في يوم ما رغم تحذير الآخرين لك، يعني ثق بالله، من وثق بالله راه السرور، من توكل على الله كفاه الأمور، والضامن الإمام العسكري عليه السلام. صباحات ولا إياه، أمين محمد خادم في مرقد الحسين عليه السلام.